وللمزيد حول الأزمة الأوكرانية وتهديدات روسيا وفرضها شروطا للتفاوض مع أمريكا حول الأزمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين عضو سابق في البرلمان الألماني الدكتور عبر سكايب العضو السابق في البرلمان الألماني الدكتور جمال قارصلي. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بكم وبجميع المشاهدين، مساء الخير. مساء الأنوار. بداية دكتور، بحسب وزارة الخارجية الروسية فإن قنصليتها في مدينة ليفيف الأوكرانية تعرضت لهجوم، هل تعتقد أن هذا الهجوم سيكون مبررا أو مبررا لتصعيد روسيا ضد كييف؟ أنا لا أتصور ذلك، لأن الآن لا روسيا ولا الغرب جميعا ولا دول الناتو مستعدة في هذا الوضع الراهن أن تقوم بحرب ساخنة، لأن العالم الآن يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وأزمة كورونا الآن موجودة في كل مكان، ولا أتصور هذا الشيء سيؤدي إلى تدخل العسكري الروسي المباشر. ربما الذي حصل هناك هي ردة فعل من الأوكرانيين، وهي رسالة إلى روسيا بأننا إذا حتى أتيتم إلينا سنقاومكم في كل مكان، وأنا لا أتصور هذا الشيء سيؤدي إلى مواجهة قريبة بين الغرب، يعني بين حلف الناتو والدول الغربية وروسيا على الساحة الأوكرانية. إذا ما هو التفسير لوجود حشود روسية على الحدود الأوكرانية وتهديدات بالتصعيد من قبل موسكو؟ يعني ما هو التطور الذي سيحصل؟ نعم، أنا أتصور بوتين يستخدم طريقة الهجوم أفضل دفاع، هو يريد أن يعني يبين بأنه يريد بهذه الطريقة أن يحمي حدوده، يريد أن يفرض شروطه، يريد أن يبقى على الساحة الدولية، لأن الآن حلف الناتو والدول الغربية ترى في الصين منافسا، ترى الصين هي ربما المواجه او دعني اقول عدو القادم، ولكن روسيا لا دور لها بهذا الشكل، فهو يريد ان يبقى على هذه الساحه ويريد كذلك ان يحمي مصالحه، لان الموضوع هو كله هنا موضوع مصالح. للاسف اوكرانيا لها مصير كمصير سوريا، لان هناك يعني كل من ياتي ان يدافع عن مصالحه، الناتو يريد ان يدافع عن مصالحه وروسيا تريد ان تدافع عن مصالحها، ولكن الشعب الاوكراني والشعب الروسي يدفع ثمن هذه الدفاع عن مصالح هذه الدولة. وكما قلت هذا هو يعني الهجوم أفضل دفاع، وأتصور الآن حتى موافقة الطرف الروسي على المفاوضات أو المحادثات التي ستحدث في السنة القادمة في بداية السنة القادمة، واضح بأن الطرفين لا يريدون التصعيد. الكل يعلم أن أوكرانيا ليست بحجم روسيا، لكن أوكرانيا أو وزارة الخارجية الأوكرانية صرحت بأن الردع هو السبيل الوحيد لإيقاف روسيا من غزو أوكرانيا. إذن على ماذا تعتمد في هذا التصريح؟ هل تعتمد على الناتو وحلف الناتو للردع الذي تتحدث عنه؟ نعم، أنا أتصور لا، أوكرانيا لا تعتمد على الحلف الناتو ولا على الدول الغربية بشكل مطلق، لأنها ترى بأن ما قامت به موسكو في شبه جزيرة القرم لم يعمل الغرب شيئا، قام ببعض العقوبات الاقتصادية، كذلك الآن دعم الروسي للمجموعة الانفصالية على الحدود الشرقية الأوكرانية والعالم يتفرج، فهم سيعتمدوا على أنفسهم بالدرجة الأولى، وربما طبعا يحسبوا حساب الدعم الناتو ودعم الدول الغربية، وهناك حقا إشارات واضحة المرة وصارمة من الطرف الناتو بأن الآن القوات التدخل السريعة بالنسبة للناتو الآن هي على أهدة الاستعداد، وكذلك الاتحاد الأوروبي يقول بصوت واضح بأننا يعني سنواجه موسكو بكل قوانا. الأصوات تشير إلى لغة واضحة وكما يقال والآن هو شحذ السيوف، ولكن أنا أتصور الأوكرانيين لا يعتمدون على ذلك بشكل مطلق، ولكنهم يحتاجون مساعدة الدول الغربية وحلف الناتو. حتى لو كانوا يعتمدون بجزء بسيط على الناتو، السؤال لماذا لا يعطي هذا الحلف لأوكرانيا العضوية الكاملة؟ نحن نعرف أن هناك تمت اتفاقية مينسك 1 ومينسك 2 بين روسيا ودول الغربية، وكذلك هناك المحادثات الرباعية الروسية الأوكرانية الفرنسية الألمانية، ويعني أنا أتصور
إن قام الناتو بإعطاء أوكرانيا حقا عضوية الناتو، فلذلك فسيعطي لروسيا حقا الذريعة لكي تتدخل عسكريا وبشكل سريع في أوكرانيا، لأن أوكرانيا تقع على الحدود الروسية مباشرة، وهي لا تريد أن تحرض روسيا على هذه الخطوة. وتعرف بأن الزمن يعمل لصالح دول الناتو، يعمل لصالح الدول الغربية، والدول الغربية تعرف بأن الشعب الأوكراني يريد الديمقراطية، يريد أن يعيش بحرية ولا يريد أن يعيش تحت ظل بوتين. هناك ساسة غربيون يقولون بأن الدول هي التي تقرر مصيرها، وأن الدول أوروبا الشرقية هي ليست الحديقة بيت بوتين. ماذا عن الشروط الروسية اليوم؟ روسيا تفرض شروطا على الحلف لوقف التصعيد، ومنها هي عدم ضم دول أوروبا الشرقية إلى حلف الناتو. هل هذا يعني أن أمريكا التي رحبت بالمباحثات ستتبنى هذه الشروط؟ أنا أتصور أمريكا ولا الناتو ولا الدول الغربية تتبنى هذه الشروط، واللعب على الوقت، على الزمن. الزمن سيعمل كما قلت للدول لصالح الدول الغربية ولصالح الناتو، وبالزمن ستقرر هذه الشعوب. ولكن للأسف يعني حقا مصير السيء لأوكرانيا بأن لديها حدود بالقرب مع روسيا، وهذا الذي يجعلها في وضع يعني لا تحسد عليه. هنا الناتو يدافع عن مصالحه، وروسيا تدافع عن مصالحها، والشعب الأوكراني يدفع الثمن كما يدفع الشعب السوري كذلك الثمن للمصالح الكانت الأمريكية أو الروسية أو الإيرانية في سوريا. في بداية هذا اللقاء ذكرتم أستاذ جمال أو دكتور جمال أن في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم إضافة إلى كوفيد 19 لا وجود لبوادر حرب، لكن واشنطن بوست لها تصريح مغاير، فهي تقول أن تصريحات فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا تعكس تعجله واقترابه من نقطة اللاعودة. يعني هل تعتقدون أن هذه التقارير أو أن روسيا والغرب سيعتمدون ذلك؟ يعني بوتين كلاعب البوكر يحاول أن يعمل يبلف الناس، يعني في طريقة أنه يصعد الموضوع ليكسب شيئا ما. أنا أتصور إذا بوتين سلم على جلده وسلم على حدوده فهو سعيد جدا، لأن لا يوجد لديه قوة لا الاقتصادية ولا العسكرية لكي يواجه الغرب ويواجه الناتو. كما قلت هو يصعد ويعمل طريقة الهجوم هو أفضل دفاع، وهي استراتيجيته الآن. ومن الواضح بأنه عندما وافق على المفاوضات فإن هذا كله جعجعة ولا طحينة في ذلك. من برلين لعضو سابق في البرلمان الألماني الدكتور جمال قارصلي، كنت معنا عبر سكايب في استوديو رافدين، شكرا جزيلا لك.